عن ثورة الحسين عليه السلام هو حديث عن واحات العدالة الربانية التي تواجه دهاليز الظلم المؤتمة، ودعوة الحسين في كربلاء تختزل كل دعوات الأنبياء والأوصياء، وقيم الثورة للحسين هي ذاتها التي جاء بها الرسل إلى العبادة من رب جليل. إنما فجر الحسين ثورته المباركة لأنها كانت الخيار الوحيد لإيقاف نزف الدين الذي تسارعت وتيرته مع استلام يزيد للحكم. لقد كادت الأمة أن تخرج من دائرة الإيمان، فشق الحسين عصا الخضوع للنفاق شقا، جعل من المستحيل مرة أخرى أن يستطيع أحد أن يوحد كلمة المنافقين ضد دينها. قال لي: كيف في نظرك كان العالم سيبدو لو لم يكن الحسين عليه السلام؟ قلت: كان العالم حينئذ سيبدو كما لو لم يكن النبي. قال: قصة النبي هي قصة الرسالة، فمن دونها كان العالم لا يزال في وحول الجاهلية. قلت: ومن غير الحسين حمى الرسالة وأحياها ومنع القضاء عليها؟ قال: أنتم تقولون إن عليا هو الذي فعل ذلك. قلت: علي عليه السلام حمى الرسالة في البداية، والحسين حماها في المنتصف. قال: ومن سيحميها في النهاية؟ قلت: حفيد الحسين المهدي، عجل الله تعالى فرجه الشريف، فجد الحسين صاحب الرسالة، وأبوه حاميها، وهو محييها، وحفيده هو الذي يطبقها على وجه الأرض ويملأها عدلا وقسطا بعد أن ملئت ظلما وجورا. كانت الجاهلية وكان الظلم والجهل والطغيان والأطماع البشرية وحب الدنيا والرغبة في العاجل، فكانت بعثة النبي الأكرم وانتصرت الرسالة، فكانت الغنائم والفتوحات، وعاد الظلم والجهل والطغيان والأطماع البشرية وحب الدنيا والرغبة في العاجلة، فكانت الردة، وكان يزيد، وعادت الجاهلية، فقام لها الحسين عليه السلام، فكانت المواجهة، وكان الصمود والثبات، وكانت الشهادة، فكان انتصار دماء أهل البيت على سيوف بني الردة، فكانت نهاية الجاهلية وبقي الحسين، وانتهى يزيد وبقيت الرسالة.